تسعه. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ونلتحق بنا من جديد في برنامجكم متينة الحياة. متينة الحياة كل يوم من الاثنين للجمعة مع حسام الرابحي على الحياة فام. متينة الحياة الأقرب لي. الرحلة اللي مازالت متواصلة معاكم حتى للعشرة متاع الصباح. خليني نذكركم 77-288-307-77-288-322 إذا كان تحبوا تتواصلوا وتتفاعلوا معنا في مختلف البرامج الإذاعية. نحكي اليوم على الإبداع والمبدعين، نحكي اليوم على المسرح، نحكي اليوم على شباب ولاية القيروان، المبدع الحقيقة المتميز والمتألق على الدوام. اليوم نحكي على مسرحية وعرضها الأول باش يكون في الشارع. اليوم نحكي على مسرح الشارع زيادة كيف كيف الموجه للعموم. اليوم نحكيه على مسرحية صرخة مبدع اللي بيشكون في الحي التجاري إن شاء الله انطلاقا من ماضي ثلاثة. كل تفاصيل هذه المسرحية، مسرحية صرخة مبدع، من خلال المبدع المخرج لهذه المسرحية محمد نبيل زيدي باش يكون ضيفنا في الحياة. أوتاوا مع ضيف الحياة. ضيف الحياة محمد نبيل، صباح النور ليك وكل مستمعين الحياة فام، ونحب نشكرك على التقديم الدسم هذا. ما نحن إلا شباب قيد التطوير وقيد المحاولة. اليوم أنا ضيفكم باش نحكي على مسرحية صرخة مبدع اللي هي بدعم من دريم الشباب، واللي هو المشروع الوحيد المقبول لسنة 2022 بالقيروان. مسرحية حسب رؤيتي البسيطة وحسب ممارستي للفعل المسرحي، ديما المسرح اللي نطور فيه ولا اللي نأسس فيه يكون نابع من الواقع متاعنا. مسرحية صرخة مبدع هي تحاكي واقع وفواجع ومشاكل باقي تعيش فيها مدينة القيروان بعمقها ولا بتواجدها المركزي. كيف كيف عنا اليوم شح في إنتاجية مسرح الشارع. اليوم توجه جديد، يعني اليوم نبعدوا من قاعات العروض، نخرجوا من قاعة العروض وفي المركب الثقافي وكي نحكيوا على القربان ولا غيرها، ونمشيوا اليوم لفن الشارع. الناس كل تنجم تكون موجودة، اللي متعدي في الشارع ينجم يتفرج على هذا العرض المسرحي اللي من خلاله فما رسالة تحبوا توجهوها للناس. هو كيف كيف اليوم نحن باقيين نكرسوا في تقاليد مسرح الشارع في الجهة، خاطر حسب ممارستي وحسب خبرتي في دور الثقافة نقول انه مسرح الشارع عمره ما كان رهان، معناها لا المنطقة ولا توجه النوادي، ومن خلال ان نقتحموا الشوارع، معناها جدي بيان نقتحموا الشوارع والفضاءات الاخرى والخروج من العلبة الايطالية والخروج من المسرح الكلاسيكي، نحن نؤسس الى مسرح مهيئ للعرض في كل مكان وفي شتى الظروف. وهذاك علاش يلزم صدى الصرخة متاعنا يكون واصل، وهذاك علاش احنا اخترنا ان نعرض في الشارع. صرخة مبدع، قلت رسالة، قلت هو تسليط الضوء من خلال عمل مسرحي على ولاية القيروان، على القيروان نحكيه بمختلف طبعا معتمدياتها، أهم النقائص، أهم الإشكاليات، أهم الصعوبات والتحديات، هذا هو نورمالمون باش يكون اليوم في هذه المسرحية. الفكرة كيفاش جات، كيفاش تبنيت وكيفاش تولدت في حد ذاتها؟ فكرة صرخة مبدع هي مسرحية احتجاجية تعبر عن حادثة الميتانول، تعبر على شح الموارد المائية. حادثة الميتانول هي صارت في معتمدية حجب العين بالضبط، وتتحدث كيف كيف على أزمة ومعضلة المياه وعلى التلوث، كيف كيف سلساء احنا في الممارسة المسرحية نتخمر ونمشوا إلى ما هو بعيد. في العمل تعرض مرتين سابقا في هيكلية عمل قيد التطوير، وصلنا إلى عمل بجاهزية كاملة يحكي على المعاناة، ومن المعاناة هذه ولينا نحكي على المعاناة الإبداعية، كيفاش المبدع يوصل الرسالة متاعه، وصولا إلى الحديث على في الخاتم تاع المسرحية مش نحكي على وجيعة أم، على الحرقة، على الأمهات الثكالة، على الربوع هذه اللي للأسف وحدها الفواجع التي باتت تتحدث عنها. العرض تعرض في شارع الحبيب بورقيبة نورمالمون قبل هكا نفس العرض؟ لا ماهوش نفس العرض، العرض هذا تعرض في إعدادية حاج بعيون، تعرض في المركب داخل فضاء مهيئ، فهمتني ولا؟
تو مش نخرجوا به الى للشارع كيف كيف عنا، خاطر سبق لك انك عملت عروض يعني من خلالها تسلط الضوء على واقع ولايه القيروان واقع معتمديه حاجب العيون. انا شخصيا حضرت العرض مع في المنتدى لهنا في مقر المنتدى التونسي حقوق كيف كيف الصديق. حتى غدوه مش يكون عندنا عرض مع المنتدى. انا ديما معناها اللون يتغير اللون المسرحي لكن التوجه هو ذاته. يلزم احنا نعملوا مسرح كيف كيف، مش ندخل حديث في حديث. انا نهار لحد اللي فات كان عندي مسرحيه للاطفال ضمن مسرح الطفل بتتحدث على البوليسيون في القيروان. معناها انا كي نبقى مع سيناريست ولا نبقى مع اي كاتب ولا مبلور عمل مسرحي يلزم فيه التاتش، يلزم تكون فيه لومبرانت بتاع القيروان والمدينه. هذاك علاش انه يصير الانترسيكسيون بين الاعمال. بون فماش عمليه استنساخ ولا توليد عمل ولا كل عمل ياخذ وقته. العمل هذا سيعرض غدا في المعهد العالي للدراسات القانونيه بالقيروان. كيف كيف مش نقوموا ببرمجة عرض ومش نتبرعوا بالفوائد نتاعو بالمداخيل ولفائدة نفس باقية انه عندها اوجاع. وهذاك هو هذاك هو لا 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 هذا هو اصل الفعل المسرحي من خلاله باقيين نحلوا في شبابك على مسائل ممكن كي نجيبوها واضحه ما يتطرقوش لها. هذاك هو احنا نعملوا في المسرح باش نوصلوا الصرخه. وكيف كيف راهو اختيار الاسم لم يكن معناها اعتباطيا خاطر نعرفوا اليوم الناشطين في الحقل الثقافي وغيره عملية الخلق باتت مستعصية. كيف كيف في جلابيب المؤسسات الثقافية باقي عنا طرف بلوكاج من الكلاسيكية والبيروقراطية المقيتة. كيف كيف نرحب معنا نشكر انه باقي عنا مؤسسات ترحب بينا وتدعم فينا كيما مدام ليلى توبيل ودريم الشباب اللي هو من اصل 9 اعمال ارتأى انه العمل متاعي يمثل ولاية القيروان وانه يكون عنده شعاع. وهذاك هو هي دريمز جايه من حلمه، الحلمه باقيه تتحقق وان كانت في شكل صرخه. هذا هو صرخه مبدع اليوم ماضي 3 ان شاء الله في الحي التجاري. الشباب اللي موجود معك؟ الشباب اللي موجود معايا هو متنوع، فيه شكون اللي عايش الحادثه عن قرب وفيه شكون من الوسط الطلابي. عندنا محامين الاربع طلبه الحقوق معناها قاب قوسين ان شاء الله تريبيانتو يتخرجوا ان شاء الله ربنا. عندنا شباب اكتيف وناشط كيف كيف لا يسعني معناها غير الشكر للمجموعه ذي خاطر فما انرجي قويه في فتره معينه معناها تخلق الديناميكيه وارموني بين كل المجموعه. كهو معناها موجودين نعاود نسميهم لك معناها سي حمزه البرهومي، كريم العنيزي، بلال العنيزي، رمزي الزيدي، حمزه السباعي، ابتسام جلاسي، نرجس الجلاسي، شيما الخوني، يتابعنا في التقنيه امين الشرابي معناها والقيافه الايمان الشحاوي. المجموعه هذه تقابلت على تحقيق منامه هي حلمه وراهن هو تقريبا نفس الفريق اللي شارك معك في العروض السابقه تقريبا نفس الفريق نفس الفريق خاطر زيد كيف كيف راهو احنا ما باقيين نحثوا في العباد باش يمارسوا المسرح باش يكون عندنا هالبيبينير هالمنبت هذا وهالمخزون اللي مش نرجعوا نبنيوا عليه. لكن هنا باقيين ناسوا في جيل ان شاء الله اترافيرهم هما غدوا نشوفوهم قاده وباعثين الى نوادي ونعاونوهم كيما احنا شد على ايادينا من طرف دريمز شباب نحاولوا نشدوا على ايادي البقيه. وهذاك هو نوادي المسرح اليوم مهمة خاصة داخل معتمديات متاعنا، لأنه اليوم نحكيه على شباب أبناء معتمدية حاجب العيون تقريبا كلهم هما أبناء معتمدية حاجب العيون، شباب هاوي للمسرح. القنابل الزايدي اللي على الأقل نجم يأطرهم يكونهم يعطيهم المينيموم بوسيبل باش نجم تخرج منهم اليوم هالمجموعة هذه شبابية اللي باش تعرض اليوم في الحي التجاري. لكن اليوم مهم نوادي مسرح كون تكون موجود في المعتمديات متاعنا. هو للأمانة مندوبية الثقافة ووزارة الثقافة تسعى جاهدة أنه يكون في جل المؤسسات عندها نوادي ثقافية. بون هذيك هي الظرفية مش الظرفية المباشرة ما ظرفية الموارد البشرية المتوفرة في الوزارة. اليوم عندنا بعض المؤسسات ما فيهاش نوادي وعندنا بعض المؤسسات التي
تطرد النوادي ولا تريد النوادي. في حاجب العيون أنا نشوف روحي بديل في ظل التصحر الثقافي اللي تعيش فيه الجهة، إما كان عمدا أو قصدا أو كان لسطحية الرؤية لدى البعض. ومن أجل هذا أنا مش ندخل حديث في حديث، أنا بصدد إنشاء أنكوان دار يتبنى كل هذه الكفاءات ويكون البديل في الحاجب باش يكون في الحاجب. وهذا ما هذا الشيء اللي ما يخليش العزائم نتاعنا تحبط، وإن صدت أبواب المؤسسات اللي كان من دورها هي تحتضن وتجيب الأطفال والشباب هذوما تكونوا باش ما يدخلش إلى غياه بالنسيان وما يمشيش للميتانول وما يمشيش لغيره. للأسف أنا يحز في نفسي أنه تذكر بلدة المنسية في الترتيب الأولى من حيث الانتحار والانقطاع عن الدراسة وغيره. إن شاء الله هنا بقينا نحاول بطريقة أو بأخرى تتصدر المشهد الثقافي، وكل حد من جهته وكل بلاد يخدموها ناسها. اليوم القيروان ولا حاجب العيون هما شيء هو لا يتجزأ كما يلزم من نقره. هذاك هو بقينا نحاول شح النوادي يقابله تخمة الموهبة اللي اليوم أطفالنا ولا شبابنا باقين وقرروا وطن المنافي وبحار العودة وركبوا الأمواج. للأسف صحيح أترافير المسرح باقين نأخذوا معهم موعد وباقين نأخذوا نمدولهم في الفرصة فرصة إقامتهم في بلادهم النورمال مو تحتضن. واقع المسرح على مستوى ولاية القيروان نبيل؟ واقع المسرح على مستوى القيروان فما محاولات متفق معك، ما نحبش نسمي الهياكل باش ما يقولوش هذا ينتسب الى الثقافه يشكر في المركز الفنون الدراميه ولا يشكر في المندوبيه. لكن الواقع الثقافي في القيروان مقارنه بالكفاءات وبالكونديسيون فافورابل يكاد يكون بعيد برشا. معنا نحن يلزمنا يولوا الوف من نبيل والوف من السونتر والوف من دور الثقافه وكذا. وهذا انا ننوه انه يكون دور بالاساس دور لسوسيتي سيفيل المجتمع المدني يتوجه الى معاضده الفعل الثقافي بالجهه، خاطر فما مؤسسات ماهيش قافله ما مسكرش بيبانها في وتوصدها. الواقع الثقافي في القيروان عندنا موروث ثقافي كبير نجمو نبنوا عليه ونمشيو لبعيد، عندنا كفاءات عندنا طاقات عندنا شباب. بقات المساله الوحيده في وقتاش نتلموا على الطاوله نحكوا. اليوم كي تلقى مؤسسه عظيمه وباقيه تنتج وعندها معناها من الهياكل المختصة وفي قفاها عندها فما هناك معناها موجود معناها تلقى البوزار ولا غيره، علاش ما يصيرش الليزون هذا؟ علاش ما يصيرش الربط هذا؟ احنا قبل كي قرينا في المعهد العالي كانت الجمعيات تجينا كان فما رابط، خاطر عندك مخزون، هذا يصنع ماسك، هذا يصنع مسكوت، هذا يمثل، هذا يغني، هذا كل شيء. احنا في حاجة اننا نبقاو على الطاولة ونوحدوا المقامات، وكيف كيف عندنا بعض العباد ان شاء الله ربي يهديهم يهبطوا يا مسيح تحكوا معنا نحن الصغيرات اللي بادين اليوم في المسرح، وهذاك هو معنا ان بور توس توس بور ان. ان شاء الله ربي يوفقك نبيل، نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق والتألق. صرخة مبدع اليوم ماضي ثلاثة ان شاء الله في الحي التجاري ان شاء الله. غدوة نص نهار ونص بالمعهد العالي للدراسات القانونية بالقيروان. عروض أخرى ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق والتألق. نبيل الزيدي مخرج العرض، لازمني نسمي الناس الكل حتى انا لأنه الشباب انا نعرفهم الحقيقة شباب مبدع متميز ومتألق. حمزة البرهومي تمثيل حمزة البرهومي، بلال عنيزي، كريم عنيزي، حمزة السبيعي، رمزي الزيدي، شيماء الخوني، ابتسام جلاسي، ونرجس الجلاسي، تقني إضاءة أمين شرابي، وملابس وقيافة إيمان الشحاوي. نتمنى لكم إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. شكرا لك نبيل، يعطيك الصحة. ضيفنا كان محمد نبيل الزيدي، هو مخرج صرخة مبدع.